بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا واحد لوطوماط اخر. هنا اش كيبان لك؟ كيبان لك هنا لاليمونطاسيون دو زفولت ترانسفورماتور ياك، وهنايا بوطون بوطون بوسوار ان بوطون بوسوار دو جوج، وهنا لاري، وهذه البولا، وهادو هما هاد السوات اللي كاينين هنايا. هنايا اش قال لك؟ بليز يور اوسول اوفر بوتون بوتون باتش بوتون اند كليك اون يور ماوس تو اوبن اند كلوز ذا باتش بوتون سويتش. يعني هنا قال لك ورك على هذا، خص تورك على هذا وهذا. الا وركتي على هذا غيبقى داير الضوء هنا، خص تورك عليهم، تورك على هذا وهذا باش هاد البوله تشعل. هادي ديال لاري، نشوفو دابا لاليمونطاسيون ديالها كيفاش دايره. هنايا هنايا دوز فولت، هادي جات من هنايا ومشات من لاري، مشات دخلات الماش، من الماش الاول الماش 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 الثانية، من الماش من هنايا مشات الماش الاولى، ومن هنايا هاهي جايبة لاليمونطاسيون. من هنا ها لاليمونطاسيون داخلة من هنا، جاية الباتش بوطون الاول، ومن هنا خارجة عطات الباتش بوطون الثاني، ومن هنايا خارجة عطات لاري الثالثة، ومن هنا خدات من هاد الترانسفورماتور دوز فولت. يعني إلا وركتي هنا غيدوز الضوء هنا، وهاد البولة مغتشعلش. إلا وركتي هذا هادي وهادي البولة غتشعل. إلا طلقتي منهم مغتشعلش البولة، بغيتي عاوتاني تطفي على هادو راه غتورك على هاد لاري هادي بحال هكا. يعني هنا اللادر اش قالك؟ هنا اللادر هو سلوم سيركوي ار كومن ار ار كات يوز دي بروفايد اوتوماتيك كنترول فور ماشين او بروسيس فور اتس سامبليسيت فروم اللادر سيركوي بروفايد مانيال كنترول as illis stated try this by basic light circuit. يعني جرب قال لك هنايا هذا سميتو باش تشعل هاد البوله هادي. يعني هنا نعاودو عاوتاني، من هنا قلنا دوز فولت جا خيط من هنا تخشل لهنا، ومن هنا من ناري من ناري مشى للماش الثانيه، ومن الماش الثانيه مشى للبوطون بوسوار الاول، ومن هنا ها هو واخد من هنا من هذا الترانسفورماتور. وهنا هذا بوطون بوسوار هذا، وهذا بوطون بوسوار، وهذه راه بولا. دابا لو وركتي على هنا ما غتشعلش هاد البوله هادي، ولكن لو وركتي عليهم بجوج غتشعل هاد البوله هادي. ولا بغيتي مثلا تطفيها غتطفيها من هنايا، تحبس عليهم بلا ليمونطاسيون من هنا. دونك هذا هو سميتها يعني غرافسات. يعني هنا سيركوي مانيال ديال واحد دو بوطون باسوار افيك سويتش افيك لامب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.